ايوه يا ايمن. ايوه يا سيكارم، ما ورناش غيرك احنا يا سيكارم. بقول لك ايه، الموبايل اللي اديته لك امبارح اللي عليه الحاجه اللي كنت عايز اوصلها لرشدي. يا عم حصل خلاص، طمن عيب عليك، الحاجه زي ما وصلت. وصلت ازاي؟ انت لحقت؟ ده انا كنت بكلمك اقول لك بلاش. بلاش؟ انت اكيد بتهرج على نفسك يا ابني، ده خلاص الحاجه زمانها عنده دلوقتي. طب اتاكد الاول عشان لو ما وصلتش نعرف نلم الحكايه. ايمن نلم الحكايه ازاي بس؟ ده انا لسه المرسال مأكد لي انه دخل له الحاجه وزمانها في ايده دلوقتي. انت اتنيلت عملت ايه بالظبط؟ انت معايا؟ الو منى، ايه يا كرم، في حاجه؟ انت هتخلص الشغل بتاعك ده امتى؟ العادي يعني، بس اشمعنى؟ مالك في ايه؟ مخنوق عايز ارغي معاك شويه. يا عم ما تقلقنيش عليك، ما ينفعش تزوغي ونروح نشرب حاجه في اي حته. ينفع؟ انت فين دلوقتي؟ معقوله يا وليد انت بتدخن في البيت؟ مش هتحصل كارثة من السيجارة الشهيرة. حرام عليك، ما انت عارف عمر صدره ضعيف ازاي. لو سمحتي اخرجي وسيبيني لوحدي دلوقتي. لا ما انا لازم افهم في ايه، مش معقولة كده، بقالك يومين قافل على نفسك ومتخرجش من المكتب ده، ما بتنامش وما بتتكلمش ولا طايقني ولا حتى طايق عمر. لو سمحتي يا شهيرة اخرجي دلوقتي، انا اصلا مش طايق نفسي. انا اللي خلاص ما بقتش قادرة استحمل طريقتك دي، وما دام انت مش طايقني ايه اللي يجبرك على كده؟ طلقني يا وليد، المرة دي مش زي كل مرة، انا خلاص جبت اخري. في طارق يا شهير. الو، كمان ساعه ونص تستنيني في شارع التسعين اللي في التجمع، وانت في الطريق كلميني اوصف لك طريق البنك بالظبط، وهاتي معاكي بطاقتك علشان هتفتحي حساب احول لك فيه فلوس. ما ينفعش اسحب لك مبلغ زي ده مره واحده. الو يا دكتور، يا اخويا ما ترد يا كرم. ايه يا سي كرم، انت جايبنا عشان نفضل ساكتين كده؟ هو انت ليه مستموتة تطلعي من الورقه منه؟ انت امي بعتك؟ مش خلاص سكت على الحوار ده وخلصنا؟ انا ما فيش حد بعتني، ومش بتكلم عن نعيمه دلوقتي. يا بنتي انت كده ولا كده هتسيبي الورق وامك لما ربنا يكرمك وتتجوزي؟ طب ليه كل ده من الاول؟ والنبي يا كرم قفل على الحوار ده، ما فيش داعي للكلام ده اصلا. وبعدين مش انت قايم على عمها؟ انا جاي شويه وخالع يا منى، مش عايز امشي وانتوا مش طايقين بعض ومقطعين بعض كده. الحكايه مش فلوسه بس يا كرم، انا كنت عايز اخلص من كل حاجه، كنت عايز اخلص من شغلانه امي، اخلص من الناس اللي تعرفهم ويعرفوها، كنت عايز اخلص من بيت المفتوح على الناحيتين ده، من مهرجان الطبيخ اللي شغال ليل ونهار. ايه كنت انت ليه بتعددي؟ ما لسه على قد ما احيانا بتبان ان انت صايع ولافف في الدنيا كلها يا كرم، على قد ما احيانا بتدي هبل. هو ايه اللي لسه ده بعد اللي امي عملته؟ ده مش بعيد الحاج نور يجيب بلطجيه وخرجونا من البيت بالعافيه. هتسيب امك في حالها وتشوفي حياتك انت يا منى. عندك حق، انا هسيبها تقعد لوحدها في السجن اللي هي عايزه تعيش فيه طول عمرها ده، انا اصلا مقرره كده. سجن؟ عليكي تعبيرات انت.
اسالك سؤال يا كرم وترد عليا بصراحه. اسالي. هو انت مين بالظبط غير ابن خالي اللي احنا عارفينه من ساعه ما انت جيت وانت قايل ان انت جاي في مصلحه وماشي؟ هو انت ليه يا كرم مالكش ماسكه؟ مش عايز تجاوب. ممكن اسالك سؤال تاني؟ طيب ليه سبتني في الشركه ومشيت يا كرم؟ على فكره اجبت السؤال الاول هي اجبت السؤال التاني. يعني اسكتي يا منى ما عنديش اجابات. من غير تفاصيل يعني؟ انا يمكن ابقى زيك يا منى، بهرب وعايز ابدا على النظافه. أنا كنت شغال في كل حاجة حرام ولبش ممكن تتخيليها هناك. فجأة قررت أعمل الخبطة الكبيرة وقلت خلاص هتتعدل. وعملت الخبطة؟ تقدري تقولي كده، لسه ما خلصتش. عايزة تعرفي سبتك ليه ومشيت من الشركة؟ مشيت يا ستي عشان اللي اسمه شريف ده طلع كاشف عني حاجات كنت بعملها هناك. الراجل ده طلع جامد ومش سهل على فكرة. والنبي انت اللي شكلك عامل مصيبه مش تخلص منها غير وانت رايح في 60 داهيه يا كرم. كل واحد مننا شايل ومعبي، بس المهم نعرف نوصل في الاخر. افتكر يا كرم اللي احنا فيه ده ليه دعوه باللي حصل زمان؟ حدوته ابويا وحدوته امك. انا ما بحبش اتكلم في الموضوع ده اساسا ولا افتكره. انت فاهم بقى، ساعات بحس ان امي مش عايزه تبيع البيت ولا عايزه تمشي من حته عشان قاعده مستنيه حد فيهم يرجع. وهي دي المصيبه، عشان مفيش حد منهم هيرجع، عشان اللي فات مات واللي راح ما بيرجعش. محدش بيعرف يعيش ويكمل يا كرم وهو شايل كل ده. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. في ايه؟